سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في نوفيل ابيزود ديال ايبولا بولد بي سي جيمر. اليوم غادي نشوفوا معكم لا كارت مير اللي رومبلاسينا بها لونسيان ازوس ماكسيموس هيرو. لا كيسيون اللي بروبابلمون كتسالوا هي علاش شونجينا لازوس ماكسيموس هيرو ب ستريكس اكس 90. لا ريبونس اي سامبل باسكو بغينا نزيدو لو نومبر دي كور. البروسيسور اللي خدينا سي ان بروسيسور 6800 كا في 6 كور ولا كارت مير اللي كانت عندنا نو سوبورت با avec le type de processeur, خاصو une carte mère X290, هي اللي كتسبورتي بلوس دو 4 كور. اجي نحلو البواط ونشوفو شنو كاين لداخل. كيما كتشوفو معانا هنا عندنا بيان ايفيدامون لا كارت مير اللي غادي نشوفو بارابري اون بلوس دو ديتاي. الوغ فوالا عندنا الايو شيل اللي كيتركب في اللور ديال البواتيي. عندنا الكيو كونيكت اللي كيس فاسيليتي لا كونيكسيون ديال لي كابل ديال البواتيي في لا كارت مير. عندنا هنا ان اوتوكولون اللي كيدار في الهيت سينك ديال التشيبسيت ديال كارت مير باش كتشونجي لي كولور. حنا دابا الكارت مير كتجيب بين كولور روج، هنا عندك الغوز والفير والبلون. عندنا عاوتاني ان اوتوكولون هنا بوغ لابيليزي لي كابل باش تبقى عاقل على كل كابل ديالاش. عندنا ان اوتوكولون هنا بوغ لي فونتيلاتور. عندنا هنا سميطات باش تجمع بهم لي كابل ديالك. عندنا هنا لي فيس اللي كتستعمل باش تفيكسي الكارت مير للبواتيي. عندنا هنا أربعة ديال لي كابل ساتا باش كتبرونشي الديسك دور مع الكارت مير. عندنا هنا اون انتين واي فاي فيو كو الكارت مير انكلو لو واي فاي انتيغري فيها كيعطيوك تا اون انتين. هنا لو مانيوال دوتيليزاسيون جو بونس كو يل فا اتر اوتيل باش دير لانستالاسيون ديال كارت مير دون بون مانيير. هنا عندنا لو سي دي درايفر، هنا عندنا بريدج اس ال اي الا بغيتي دير دو كارت جرافيك اون ميم طون، وهنا عندنا ان رالونج ديال ار جي بي لايتين الا كنتي باغي دير لي كول اون بوند سمطة باغ اكزومبل ديال الضو ار جي بي تقدر تستعمل هادي باش طولها. فوالا هنا عندنا ان كونيكتور بوغ لي بور اوديو اون فاساد. هنا عندنا ان كونيكتور كوم. هنا عندنا كونيكتور ار جي بي هيدر ديال الضو. هنا عندنا بوتون باور سويتش وهنا باور اون باور ريسيت. هادو كينفعو باش فاش كتكون خدام في كارت مير باقي ما مبرونشيش لي بوطون ديال البواتيي تروديماري من هنا ولا تشعل من هنا. هذا سي الكيو كود، الا كانت اون ايرور في كارت مير كيعافيشي لك ان كود اللي كتقدر تلقى ليكسبليكاسيون ديالو اما في السيت اما في المانيوال ديالهم. هنا تي بي ام، تي بي ام نورمالمون كي تيوتيليزا بور ستوكي دي مود باس ما غاديش تستعملوه، سي بور اون اوتيزاسيون بروفيسيونيل سي با لو كا ديالنا حنا. هنا كاين يو اس بي 3.0، هنا كاين روغ اكسترن تقدر تاجوتي فيه دي اكستنسيون. هنا عندنا يو اس بي 2.0 وهنا عندنا لي فيش بور كونيكتي لي كونيكتيك فرونتال ديال البواتيه ديالك، ليد ديال الشعيل، ليد ديال لودين، le bouton on, le bouton reset ou ma jawara huma. Hna عندنا un connectique ديال fan ta hiya. Hna عندنا un connectique ديال thunderbolt. Thunderbolt ta huwa bhal USB ولكن هو اللي plus rapide. C'est une interface qui est plus rapide que l'USB. Hna عندنا un switch ديال XMP. L'XMP كتقدر تستعملو لي بارات ميموار باش كتوفر كلوكيهم. اون فوا كتاكتيفي لا فريكونس ديال لي بارات ميموار ديالك كتقدر تطلع بلو رابيد. سا ديبون على لي بارات ميموار اللي عندك تالين تقدر تطلع. هنا عندنا ان كونيكتور فان، هنا عندنا الكونيكتور ديال ديسك دور ام 2 ان ديسك دور تري رابيد. هنا عندنا الكونيكسيون يو 2
Ça, au moins, c'est pour des disques durs. On a 4 connexions SATA. On a 6 connexions SATA Express. On a des connexions USB 2.0. On a deux autres connexions SATA. On a une connexion de ventilateur. On a une connexion d'alimentation. On a un bouton même OK. En cas de problème mémoire, quatre cliquez pour réinitialiser les valeurs par défaut de la mémoire en cas d'overclock ou quelque chose du genre. Hada ou Hada, c'est des connectiques d'alimentation. Hada, des connectiques de ventilateur aussi. Quatre water pump, il y a le refroidissement à eau. Hada, c'est la connectique du ventilateur du processeur. C'est important. Tu connectes le ventilateur du processeur, faites GAD. هنا عندنا 8 ديال لي سلوت ديال لي بارات ميموار، لا فيتيس ديالهم هي 3333، مي الى اوفر كلوكي تقدر تطلع البلوس. هنا عندنا السوك ديال البروسيسور، لي ستا سوك ال جي ا 2011 في 3. لي كونيكتيك على الاريير عندنا لو بوتون بيوز اون كاد بروبليم بيوز، كتبرونشي لا كلي افيك لو فيشي بين وكتورك على هادي بور غانستالي لو بيوز ديالك. هنا عندنا الكونيكتيك كلافي سوري القديمة PS2. هنا عندنا أربعة ديال لي USB 2.0. هنا عندنا لو بور إيترنت إنتل بور لو ريزو. هنا عندنا ثلاثة لي بور USB 3.1. هنا عندنا بور USB تيب سي وهنا عندنا USB تيب A. هنا عندنا لي كونيكتور ديال لونتين بور الواي فاي والبلوتوث. هنا عندنا une sortie SPDIF audio وهنا عندنا les connexions audio ديالنا. En ce qui concerne l'audio, هاد لاكارت مير فيها chipset supreme FX ديال الاوديو. C'est un chipset اللي خرج جديد. Les puces ديالو هو ان il donne de meilleure qualité de son. Voilà, on va tester par après, on va voir. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour ديال la carte mère Asus X290 Strix اللي غادي نستعملو في الايبولا بول ديالنا. ودوما بار ما بقى ليا غير نودعكم ونعطيكم ا رونديفو في نوفيل ايبيزود بنوفيل كومبوزون ديال ايبولا بول بي سي جيمر. سيادنا السلام عليكم.